قال هل النزاع بين الرسل عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام وأقوامهم كان في توحيد الربوبية؟ لا. وده الكلام اللي بيقوله سيد قطب في المجلد الأول من تفسيره بتاع ظلال القرآن. قال الصراع كان في الحاكمية، وقال الحاكمية هي من أخص خصائص الربوبية. والكلام ده رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري، الاستغاثة في الرد على البكري. قال وليس أخص صفات الرب شيئا معينا، عرفتها؟ قال فإن الله يختص بالرحمة الكاملة وبالعزة الكاملة وبالقدرة الكاملة، فكونك تقول لي من أخص خصائص الرب الحاكمية، كذلك من أخص خصائص الرب الرحمة، وكذلك من أخص خصائص الرب العلم، وكذلك من أخص خصائص الرب القدرة، وكذلك من أخص خصائص الرب الحكمة الحكيم، وغير من الصفات. فإنت لو مسكت في توحيد الحاكمية، إحنا بنمسك في توحيد الرحمة، ولا ما من التوحيد؟ من التوحيد. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فتنظير سيد قطب ده تنظير فارغ ساكت، وده كتابه معالم في الطريق موجود، الكفر فوق الناس. وأما دعوة الرسل فكانت إلى دعوة للناس إلى أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. الشغل الوروك له وأخواننا قبيل ده ناس البرعي، تقول لك يمنادي نادي لسيدي الحسن جبل التاك المؤتمن، فهمت؟ ويا حسن بجلابية التمساح دخل الشايقية، نادى له 99 ولي لأنه التمساح دخل الشايقية. قال الأولياء بعد ذاك أي واحد رمى سهم في التمساح وكتلوا التمساح. أسي التمساح ده لو جريت لك خرطوش أو ناديت لك أقرب عسكري، ده دار له شرك، فهمت؟ لكن ديل بيصوروا لك إنه الأولياء ديل بيعملوا أي حاجة وبيصروا في الكون.